سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. كما وعدناكم عمو يزيد يزور مدن الوطن، سيحط الرحال هذه المرة بمدينة عين الدفلة يوم الثلاثاء 2 أكتوبر على الثالثة مساء بالملعب البلدي خلال عبد القادر، وكذلك يحط الرحال بمدينة تبسة وهذا بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين والمعلمات يوم الجمعة 5 أكتوبر على الثالثة مساء بدار الثقافة، الدخول مجاني للأطفال وأوليائهم، كونوا في الموعد. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد، حمل التطبيق من البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية، بعد التحميل فعل التطبيق واكتشف كل اللقاءات كل الحصص كل الحفلات وأكثر. عيد ميلادك أحلى عيد، تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدول وهيا نصفق ونغني. مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير.